علاقتي رسميا جيدة أو ممتازة؟ لا جيدة ممتازة معاني قريب من الكل يعني. أنا أريد يعني أريد أعرف أنت تساعده ولا هو يساعدك باعتباره خالك يعني والله هو ثلثين الولد على الخال يعني. اي بس احنا نساعد جميع لبناء العراق، ما اريد يعني شيء شخصي بيناتنا، احنا دائما نساعد كنا لبناء بلدنا وبناء عراقنا ان شاء الله. بس انا علاقتي بالوزراء بالحكومه متواصله بنفس المسافه، ما عندي خال وبنعم. مو يعني هناك بعض التلميح لان وجود السيد سعدون الدليمي في منصب وزير الدفاع شوية خلاك انت تكون اكثر يعني نعومة ويا الحكومة. لا 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 تتهمني بهذا الاتهام، انا يعني شديد على الخطأ ومرن عندما هنالك اكو موجود شيء صحيح ماشي عدل يعني.